فرقة الوداد بتبتدي الماتش اللي جاي لو هنتكلم عليه. احنا بس كنت عايز اتكلم على ايه في الماتشات اللي هي هتكسبك بطولة، مهم قوي استثمار الفرص اللي تجيلك. انا كنت عايز قبل ما اروح مع حضرتك للقصه دي اكلمك على فكره الاستثمار الفرص اللي كنت بقول عليها حتى من بدايه معسكر الاهلي، من بعد ما خلصت الثلاث ماتشات بتوع الدوري والمستوى اللي شفناه في الاهلي في افريقيا، يعني في ماتشين الترجي هناك وهنا، وبعد كده ثلاث ماتشات في الدوري. كنت الحاجه اللي بقول عليها انه الحاجه اللي ناقصه في الاهلي او اللي محتاجه شغل مننا قبل ما نروح لنهائي دوري ابطال هي فكره استثمار الفرص. ومستر كولر اتكلم على ده حتى في المؤتمر الصحفي، قال لك احنا صحيح بنكسب كل الماتشات وصحيح ما بنستقبلش اهداف، لكن قدرتنا على صناعه الفرص الخطيره او المؤكده بعيده تماما على معدل احرازنا او تسجيلنا الاهداف. يعني واضح ان هو عارف ان المشكله، لكن حتى ده ما اترجمش في ماتش الذهاب يا كابتن خالد. احنا بنعرف نصنع فرص وبنوصل للجون بشكل كبير لكن جدا، لكن الترجمه هي الاهم. الترجمه في ايه؟ في الماتشات الكبيره اللي هي هتكسبك بطوله، ممكن تجي لك فرصه لو استغلتها بتكسبك بطوله. صحيح، مفيش حاجه اسمها ضيع كوره، مفيش حاجه. احنا كان ممكن نكسب، تبقى النتيجه قبل الهدف بتاع الوداد 4-0. في كوره في الشوط الاولاني انفراد لكهربا شاطها في جون، يعني شاطها بشكل مش كويس، كان نسبه تركيزه قليله. في الشوط الثاني كوره حطها برجله الشمال اللي الجون طار ومسكها، برضه دي كان ممكن يتصرف فيها بشكل احسن من كده كتير، ان احنا فكان ممكن نكسب 4. فالماتشات التقيله اللي زي دي اللي هي بيبقى فيها ضغط نفسي وبتلعب مع فرقه برضه نقدر نقول ان هي فرقه كويسه ليها تاريخ كسبت بطولات زيك، الفرصه اللي بتيجي مش تعوض. لازم يبقى نسبه تركيز اللاعب اكتر من 200% عشان يقدر يحرز بيها هدف ويريح بيها فرقته ويريح بيها النادي بتاعه. فنتمنى برضه يوم الاحد، لان الفرص يوم الاحد مش هتبقى كتير بالنسبه لنا وبالنسبه لهم، والموفق في استغلال الفرصه او الفرصتين اللي هتجيله هو ده اللي هيكسب الماتش. فنتمنى تبقى لاعبتنا درجه تركيزها عاليه جدا، يتفرجوا على الماتش اللي فات بشكل مره واثنين واكيد هم طبعا بيتفرجوا والجهاز الفني بيحللوا الماتش وبيفرجوا اللعيبه، ولكن استثمار الفرص.